بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بجميع من يتابع الكتاب الذي سيصدر بإذن الله في 2024 عن الـ AI ومقارنته بالحدث في 2020 الذي استمر سنة أو سنتين. الزخم الإعلامي وانشغال العالم به، وهنا هذا الكتاب يحكي نفس القصة لماذا طبعا لا يطبع الكتاب وينشر من الآن، يعني حاطين نحن 6 أشهر. نفس اللي حصل أيام الكورونا، يعني ما أحد يقدر يكتب كتاب عن كتاب تحليلي، كتاب علمي عن الكورونا قبل 6 أشهر من بداية المشكلة. طبعا المشكلة حقت 2020 بدأت في مارس، فستة أشهر يعني شهر 9. فهنا نحن متوقعين إننا نسوي بالنسبة للـ AI استباق، لأنه ظهر في أول 2023، يعني تقريبا في نفس الوقت اللي ظهر فيه في 2024 حيكون اكتمل، صار يعني أو عمل نفس الحس والضجة اللي عملتها الكورونا. يعني حيدخل عملية الدول والأنظمة والتحذيرات والخوف والمنع وكذا، يعني في دول تسمح وفي دول تمنع، نفس اللي صار أيام الكورونا. وفي ناس تطبق المحاذير وفي ناس ما تطبق المحاذير، يعني مثلا الأمم المتحدة تدي محاذير، الاتحادات الناتو يدي محاذير، جامعة الدول العربية تدي محاذير، في ناس يطبقوها في ناس ما يطبقوها. بالنسبة للأمم المتحدة المنظمات في الصحة والعلوم وكذا يدوا محاذير، يعني حيدخل في حياة الناس الصحة والتعليم والأكل وكذا، وحتى كمان الأمن، وهذا ظاهر من الآن. يعني ففي ناس يعني حيدخل في هذه التجارة، يعني في أسلحة من الـ AI وحاجات، وحتكون صعب الكشف عنها. يعني في زي لما كانت الكورونا دخل فيها. طبعا أنا في اليوتيوب يعني ما بكتب إلا يعني ممكن مع الفويس هذا مدة 10 دقائق، يعني في 2 صفحة بس، بحيث إنه بندي فكرة الكتاب كيف انكتب. فهنا حطينا 1 2 3 4 5 6 تقريبا نقاط، وشرحنا واو. فهنا في النقطة الأولى قلنا سيبدأ الكتاب بالسؤال واي، ليش الـ AI؟ طبعا لما نطرح السؤال الآن على الكورونا نقدر نفترض افتراضات. فقلنا في 22 المؤلف اللي هو أنا كنت أفكر في كتابة كتاب عن، يعني بعد مضي سنة أو 6 أشهر من المشكلة، من شهر 3 إلى شهر 9، كنت أقدر أكتب نفس الكتاب بنفس الطريقة عن الكوفيد 19.
على اساس انها هي كيس ستدي، يعني الكتاب نفسه كيس ستدي، دراسه موضوعيه. وابدا بواي. طبعا هنا واو واي اند وات، طبعا هذه حنعكسها وات اند واي، بعدين نقول اند وات وماذا بعد، حاجات زي كده اللي هي سيناريوهات. هنا قلنا حنحط 5 افتراضات سميناها اف اتش، بعدين قلنا لخمسة أسباب يعني تجاوب على واي اي والجيف ات كود، فأعطينا اف اتش 5 أسباب أو افتراضات اكس اي 5، فصار اكس اي 5 5 افتراضات اللي هي كوز اند افكت ماتريكس في 5. وحنحط كمان 5 ثانية لمرجع اللي هو الدراسة مقارنة، مقارنة يعني دائما الدراسة مقارنة، لازم في مقارنة، فبنقارن بين الـ AI اللي هو جديد الآن وبين الكورونا اللي هي ما زالت تهديد فيها، واحنا عارفين يعني ممكن الـ AI يجيب الكورونا، ممكن يتعاونوا مع بعض مش عارفين. فصار عندنا 25 افتراض، لأنه كل واحد من الخمسة عنده 5، 5 في 5 ب 25 اللي هي تسمى مصفوفة. فالـ AI cases طبعا هنا هذه دراسة خاصة المهندسين، يعني أنا طبعا يعتبر هذه الدراسة هندسية، يعني بنمشي على المواصفات الهندسية اللي هي engineering standard، طبعا تختلف عن الدراسة غير الهندسية. فالهندسية لأنه فيها يعني كل هندسة في وراها مهندسين. طبعا الكتاب هذا مش حينتهي لما تموت، يموت الـ AI، يعني ما عاد نسمع في الميديا AI زي الكورونا الآن، ماتت حاولوا طلوا هنا وهنا وهنا ماتت، يعني كأنه ما كان شيء. طبعا هنا قلنا جبنا حكاية المؤامرة في النقاط هذه، وجبنا إنه في مقارنة. المهم بدأنا نسمي السي في سي اللي هو كورونا فيروس كيس، فأعطيناه سي في سي، يعني حطينا الأرقام، أرقام الارتيكلز أو أرقام المواضيع وكذا، فعندنا سي في. هنا قلنا وحطينا للإكس آي 5 اللي هي الكيس ستدي خاصة بالإي آي. الاي اي اسمه اكس اي 5، بس اذا قلنا اكس اي 5 2، يعني الاي اي مقارنه مع الكورونا فيروس، يعني لو قلنا اكس اي 5 لحاله هو الاي اي، لو قلنا 5 هو المقارنه، يعني كانه ال 5 هذا هو الجديد وهنا ال 5 الثاني هي القديم، يعني الفايف من جنب الاي هي الجديدة اللي هي الاي اي، والفايف اللي في اليمين هي القديمة. فهنا الرقم ممكن يكون يوصل ل يعني فايف صفر، فايف اثنين، فايف كذا، فالخمسة في النص اللي هي متى يبلغ الذرو بعدين ينزل، وهذا اللي حصل. يعني الكورونا بدأت صغيرة زيرو، بعدين اثنين، بعدين أربعة، بعدين خمسة، بعدين نزلت ثمانية اللي هي طلعت الذروة، بعد الثمانية اتلاشت. طبعا
طبعا التلاشي حيرجع نفس الشيء، الخبر يعني واهتمام الناس والبزنس والفائدة. الآن ما في بزنس، صفر. فكأنه كلها because of money بوم. يعني هنلاحظ كلمة بوم أو شابتر بوم هذا كبير جدا، يعني ممكن يكون 80 صفحة بس عنوان بوم، يعني بدل CVC بوم، بوم 00XI5500. أكتفي بهذا القدر وألقاكم بعد ما نكمل 80 صفحة من الكتاب. طبعا الكتاب ممكن يكون 400 صفحة، يعني حنجدد الكلام بعد 80 صفحة من الكتاب. شكرا.